بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من الاسيبتيك تكنيك. بنتكلم النهارده عن نقل البكتيريا السائل من وسط سائل الى وسط سائل مره اخرى. بنشوف الفيديو مع بعض، بيبتدي بعمليه تعقيم الابره، وده شيء متعارف عليه. الادوات اللي احنا بنحتاجها زي ما احنا شايفين هي عباره عن اللهب، عباره عن المزرعه الاساسيه، والتست تشوب او الانبوبه اللي فيها المزرعه الجديده اللي احنا هننقل فيها من سائل الى سائل بالشكل ده. هننتبه لطريقه فتح الزجاجه ما بين الوسطى والابهام، لان دول قويين اقدر افتح اعمل السكرو او الغطاء اقدر افتحه بسهوله. بننتبه الى الابره متشاله ازاي، ده كله كده. هننتبه بعد ما نفتح الغطاء هيتشال فين الغطاء، في ايدينا اليمين بالشكل ده كده. ايوه ما بين الخنصر والبنصر. وبعدين بنعقم من فوهه الزجاجه اللي فيها المزرعه الاساسيه، بنحط الابره، بس بننتبه انها ما تلمس اي جدار في الزجاجه. بناخد العينه بتاعتنا ونرجع نعقم من فوهه مره ثانيه، وبنغطي الزجاجه الاساسيه او المزرعه الاساسيه. بناخد الانبوبه اللي فيها الوسط الزراعي او الوسط الغذائي الجديد، برضو بنفتح وبنشيل الغطاء، بنعقم من فوهه مرتين او ثلاثه، بنعديها على اللهب، بنحط الابره بدون ان تلمس الجدار خالص. بعد ما نتأكد احنا نقلنا المزرعة خلاص، بنعقب مرة تانية في فوهة الأنبوبة، وبعدين بنغطيها، وبين كده بنكون انتهينا من الخطوة بتاعت نقل المزرعة من سائل إلى مزرعة سائلة مرة أخرى. وما ننساش نعقم الإبرة قبل بعد نهاية التجربة وفي بدايتها، عشان نتأكد ما فيش أي نوع من أنواع البكتيريا لسه موجود هنا، فيحصل تلوث في المعمل اللي احنا شغالين فيه. بكده بنكون خلصنا التجربة القصيرة دي، وبنشوف التجربة اللي بعد عليها الدور إن شاء الله. فإلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.